كما وعدناكم المزيد الانتصارات تلو الأخرى. الآن نعلن عن تحرير الحاجز المتواجد غربي تل محوران، والآن ندير هذه المدافع لتحرير تل محوران والتغطية على المجاهدين أثناء اقتحام التل. ونحن كتائب ألويت وأبابيل حوران الفرقة الثانية قوات خاصة نعلن والله لن تسرح وتمرح في حوران، ولن تدخل نوى ما دام يوجد أبابيل على هذه الأرض الطاهرة. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، العزة لله. لا لا، ارفع ارفع يا الله.